السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض وصفة جديدة، هنعمل وصفة كويسة جدا. الوصفة دي يا جماعة خاصة بالناس اللي هي اوزنها فوق 100 كيلو، الناس اللي هي بتعمل حاجات كتير وما بتنزلش وزنها، برضو عملت دايت، عملت رجيم، عملت بلعب رياضة، بعمل كل الوصفات اللي انا بعملها، جسم ما بينزلش. ده يا جماعة كل الدهون العنيدة ديت انا هعمل لك كوباية هتنسف معاكي كل الدهون ديت، هتسيح معاكي الدهون بشكل كويس جدا، هخليكي تنزلي كل يوم كيلو. محدش يستغرب يا جماعة، كل يوم كل تنزلي كل يوم كيلو، بس لو انت استخدمت الطريقة اللي احنا هنعملها مع بعض ديت صح وعملتها صح وتابعت معايا الفيديو للاخر، اتحداك ان جسمك كل يوم هينزل كل دهون. يعني عارفين يعني ايه كل دهون؟ خلي بالكم الدهون يا جماعة دي هتفرق معك في الوزن وفي المقاسات وفي كل حاجة، لان الدهون لما بتنزل من جسمنا بنحس ان احنا جسمنا بدأ واحدة واحدة يتظبط معانا. كل الحاجات اللي هي او الدهون العنيدة اللي ما نزلتش معاكي كوباية واحدة بس ان شاء الله هنعملها كده مع بعض، هتدوب معاكي كل المشاكل ديت، هتنزل كل الجوانب، هتنزل الارداف، هتنزل منطقة الكرش اللي دايما بتضايقنا في المنظر وفي المقاسات وكل الحاجات ديت ان شاء الله من خلال الكوباية او الوصفة اللي احنا هنعملها ديت، دي هتنزل لك او هتخلصك من كل المشاكل ديت. تابع معايا الفيديو للاخر علشان في حاجات بسيطة كده هقولك عليها مع الكوباية ديت، ده ان شاء الله في اقل وقت، واتحداكي ان جسمك هينزل بطريقة كويسة جدا وهينزل معاكي بطريقة صحية. تمام؟ طب يلا كده يا جماعة شجعوني بلايكات كتير، عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وتشيروه علشان ان شاء الله ناس كتير هتستفاد من وصفتنا النهاردة. مبدئيا يعني كده يا بنات زي ما انتم شايفين معايا النهاردة هنحضر الكوباية بتاعتنا، الكوباية السحرية العجيبة. تمام؟ طيب اول حاجة معايا في الوصفة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، الوصفة يا جماعة هنحتاج فيها الليمونتين دولت. تمام؟ ده كده هنحتاجهم، الليمون بتاعنا، الليمون هنغسله كويس جدا وهننشفه علشان انا محتاجة الجلد. ده كده الليمون، معانا كوباية كده اهو علشان هناخد العصارة اللي في الليمون، يعني هناخد مية الليمون والجلد هنستخدمه برضو بطريقة كويسة جدا، هنحطه كده على جنب علشان كده بقول لكم تابعوا معايا يا جماعة الفيديو للآخر عشان تعرفوا الطريقة صح، الأهم ما تعرفي الوصفة متكونة من ايه وايه اعرفوا الطريقة صح. ده كده الليمونتين انا عصرتهم اهوت. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحطهم على جنب كده دلوقتي، هناخد بقى الليمون اللي احنا عصرناه اهو، هنقطعه قطع صغيره كده بالشكل ده كده، طريقة سهلة جدا ومكوناتها كلها موجودة، يعني مش هنحتاج حاجة من بره ولا هتكلفنا أي حاجة، في نفس الوقت الطريقة مضمونة وهتجيب معانا نتيجة كويسة جدا. تمام؟ هنخلي الليمون ده كده على جنب دلوقتي لأنه برضه هقول لكم هيتحط امتى. هنحط بقى الحاجات ديت، تعالوا بقى نشوف هنستخدم ايه تاني مكون في الوصفة بتاعت النهاردة. تاني مكون معانا اللي أنا هستخدمه في الوصفة بتاعت النهاردة طبعا معلقة كبيرة كده اهو، معلقه الشاي طبعا يا جماعه، معلقه من القرفه اهو او الدرسين. القرفه كويسه جدا، القرفه يا جماعه بتنظم مستوى السكر في الدم، بتحرق معاكي كل الدهون العنيده، كويسه جدا لبشرتنا برضو، كل الحاجات ديت حلوه قوي، بالذات كمان القشر بتاع الليمون. عشان الناس اللي هتستغرب طب انت بتغلي قشر الليمون ليه، الليمون يا جماعه فيه ماده زيتيه كويسه جدا بتحرق معانا برضو الدهون بطريقه سريعه جدا. دلوقتي بقى هناخد كوبايتين ميه اهوت، والكوبايتين دولت اللي انا محتاجاهم النهارده في الوصفه بتاعتي. دي تاني كوبايه اهيت، هنبدا نقلب الوصفه بتاعتي. ما الوصفة تتغلي بقى
وكل الحاجات دي هتتفاعل مع بعضها هتدينا نتيجة كويسة جدا. تعالوا نشوف مع بعض بقى تالت مكون. تالت مكون يا جماعة معانا اللي هو ورق موسى او ورق الغار او ورق اللورة زي ما بنسميه في كل بلد بنسميه. كل بلد لها طبعا اسم معين. تمام. هنغطي بقى الوصفة بتاعتنا وخدوا بالكم كمان تابعوا معايا الفيديو يا جماعة لان لسه في مكون هنحطه بس مش دلوقتي. هنغطي الوصفة بتاعتنا كده اهوت وناخدها بقى كده على النار. اهم حاجة اغطي الوصفة بتاعتي. هناخدها على النار لمدة 5 دقايق ونرجع لكم تاني. دلوقتي يا جماعة بقى بعد الوصفة بتاعتنا ما غليت بقت بالشكل ده كده اهيت. شايفين بقت عاملة ازاي؟ طبعا يا جماعة احنا بنقول بنغطي طول ما هي فيها بخار وبتبخر كده انا بغطاها خالص. بس علشان انجز الوصفه معاكم لازم اوريها لكم الاول. بس اهم حاجه وانت بتستخدمي الوصفه حاولي ان انت تغطي عليها كده لغايه ما تبرد معاكي خالص. ولو في بخار ولا حاجه طلع على الغطا حاولي ان انت تنزلي. تمام اهو. هنبدا دلوقتي نصفي الوصفه علشان اقول لكم طبعا هناخدها امتى. كده كده يا جماعه صفينا الكوبايه معايا. بعد الكوبايه ما هديت كده يا جماعه معايا طبعا كان البخار طالع منها لانها كانت سخنه جدا وما كانش ينفع ان انا احط الليمون اللي احنا عصرناه اهو بالشكل ده كده. سبتها على ما بردت خالص يعني بقت دافيه كده اكنك بتشربي الشاي بالظبط. هنبدا دلوقتي ان احنا نحط نص كميه الليمون اللي احنا عملناها ديت على الوصفه بتاعتنا. تمام. النص التاني ان شاء الله هسوي برده هحطه على الكوبايه التانيه لما اجي اخدها. هنقلبها كويس كده بقت بالشكل ده كده. طبعا احنا قلنا هناخد كوبايه واحده بس في اليوم والكوبايه التانية ان شاء الله هنعملها بعد ما تبرد كده في الثلاجه. وقت ما نيجي نستخدمها هندفيها برده زي ايه يعني اكنك بتشربي شاي عادي. بس اهم حاجه ان انت هتشربها دافي. تمام. طيب الكوبايه ديت هنحط عليها عسل ولا لا؟ طبعا يا جماعه انا بفضل ان انا اشربها كده بدون عسل بدون سكر بدون اي حاجه. ده تديكي نتيجه افضل واحسن. لو مش هتقدري تشربيها كده حابه ان انت تشربيها يعني يكون مسكره شويه حاولي ان انت تحط عليها نص معلقه عسل ابيض طبيعي ما تكتريش حاجه بس بسيطه جدا. تمام. الكوبايه ديت كويسه جدا هتذوب كل الدهون العنيده الموجوده في جسمنا في نفس الوقت كمان هتنزل كل الميه الزايده اللي في جسمك. معظم الناس بيبقى يعني التخن بتاعها بيبقى ميه زايده في جسمها وفي ناس كتير ما بتعرفش يعني الموضوع دوت. الورق الغار ده يا جماعه ده من احسن الحاجات اللي هي بتنزل الميه الزايده اللي في الجسم. تمام. هناخدها مره واحده بس كده على الريق يعني هنقوم الصبح كده هنجهزها على ما نخلص كده اللي ورانا هيكون هي بدات ان هي ايه تدفى معانا كده. هنشربها قبل ما ناكل قبل ما نعمل اي حاجه هنكون شربنا الكوبايه ديت هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا.